أبي سيرفيس هي شركة تعاونية متخصصة في تربية النحل. أنشأناها في أوت 2018. بدينا نحن كشباب وشابات بعدد 18، وصلنا حاليا 45 منخرط من جهة فرنانة ومن الجهات الأحواز شمال الغرب الكل. في إطار أنشطتها التنموية قامت الشركة بعدين الاستثمارات في عديد من المشاريع بما فيها مشروع المرافقة والمتابعة للنحال اللي قمنا به بالتدخل معناها من الأجهزات بالتعاون الألماني، مكننا من معدات والتكوين والتأطير في هذا الإطار، ويهدف أساسا إلى المساهمة في الرفع من الدخل هذه منخرطيها، وأيضا الرفع من إنتاجية المناحل، كما تهدف هذه ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة بشكل كبير في تنمية قدرات النحال ونقله من الهواية إلى الاحتراف. كيف تصير العملية في النهاية؟ العملية تصير أنه ثم علاقة تعاقدية بين الشركة والنحال، تصير أول كل عام. في الحقيقة يجي النحال نتفاهموا على عدد الريش أو عدد خلايا النحل، بعدها تتحدد رزنامة لزيارة المنحل عطول العام. فرحت كي حلت الشركة ذي بي سيرفيس، خاطر باش توفر لنا برشا خدمات، وعملت عقد معاهم باش يجوا يراقبوا لي النحل. بالنسبة للتكنسيان اللي تبعتهم الشركة يجونا في الخريف يعملونا تشتية، يجوا يعملونا تعديل، يجونا في الربيع فول الربيع ينظفون النحل ويعطون الشمع يزيدوا الشمع، في نص الربيع يجوا يفرخون يرجعوا يراقبوا الفرخ ويراقبوا الملكات ويراقبوا الأم، ويجوا يعملون دوبل هوس يرجعوا يجنون العسل يقوم بعمل العملية كل، والحمد لله الأمور ممتازة. الشركة متاعنا تخدم مع الشباب وتخدم مع الشباب المتخرجين وشباب العاطل عن العمل. حاليا عندنا مسؤول اتصال وتواصل انتدبناه في إطار الشركة بعقد كرامة، عندنا مسؤول تجاري اللي هو يقوم بعملية البيع والشراء، عندنا 4 متربسين وزوز نجارة. إن شاء الله على قريب باش نزيدوا نتدبوا ناس أخرين في الورشة متاع رسكلة الشمع وفي الميالوري إن شاء الله. إضافة إلى الرفع من إنتاج العسل، في الحقيقة نهدف إلى تشجيع وتوجيه النحالة إلى إنتاج منتوجات الخلية الأخرى مثل كيف البولان، كيف البروبوليس، كيف سم النحل، وأيضا فتح أسواق جديدة عبر ترويج هذه المنتوجات في كل الشمال الغربي وعلى كامل التراب التونسي وفي أسواق خارجية. البرنامج هذا ساهم على الأقل حاليا في ظرف 3 أشهر في خلق زوز مواد نشوة القارة لأصحاب الشهادة المعطلين على العمل، وهذا شيء باهي بالنسبة لنا نحن في منطقة كفرنانة، ونطمح في السنوات 3-4 سنين القديم أنه نخلق أكثر مواد نشوة وأكثر دعم للشباب في تنمية الجهة وفي الاقتصاد المحلي.